أهلا بكم في قناة تويتا. نشبت أزمة خلال الساعات القليلة الماضية بين الثنائي أحمد حسام ميدو وفاروق جعفر نجمي الزمالك السابقين بسبب تصريحات ميدو التي هاجم فيها فاروق جعفر على موقع التواصل الاجتماعي كلوب هاوس، قائلا إنه طلب من فاروق جعفر لكوب بجانب نادي الزمالك، خاصة إن في حال فوز الأهلي بجميع مبارياته وانتصار الزمالك بكل مبارياته سيكون الفارق بين الفرقتين 3 مرات فقط. ويقول طلبت من فاروق جعفر اللاعب التاريخي للنادي الوقوف بجانب نادي الزمالك، ليرد قائلا مين اللي قال ان عايزين نقف جنب نادي الزمالك ومين قال اننا عايزين نقف على رجليه. وهذه التصريحات دفعت الكابتن فاروق جعفر لتكليف محاميه باتخاذ الاجراءات القانونيه ضد ميدو. واضاف فاروق جعفر في مداخله هاتفيه لبرنامج حديث القاهره انه سيحاسب ميدو على تصريحاته والتي اعتبرها مهينه في شخصه، موضحا ما ينفعش أكون أنا فاروق جعفر بكياني وتاريخي واسمي وبيعمل معايا كده، ده راجل ملعبش في نادي الزمالك 2 سنين، ده ساب النادي وهو عنده 14 سنة، وده ما ينفعش لشخص يحمل لقب لاعب كرة القدم والمسافة كبيرة بيني وبين ميدو. ولا يوجد تلميذ يتحدث عن أستاذه بهذا الشكل، فهو بكل تأكيد يحتاج أن يتعلم كيف يتحدث عن رموز النادي، أشعر وكأنه ليس في وعي نهائيا. وأوضح أن ميدو حاول الاعتداء بالضرب على الكابتن حسن شحاتة في مباراة منتخب مصر مع السنغال وتم طرده وحل محله عمرو زكي وأحرز هدف، مشيرا إلى أنه من حق أي شخص يخطئ في حق ميدو عليه أن يتخذ إجراء ضده. وأشار أن ميدو ليس له علاقة بنادي الزمالك، مؤكدا تطول ميدو عليا مش هيعدي بالسهل، لو آخر يوم في حياتي ومش هيمشي معايا. أتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.